السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم كاملين تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وموديلات جداد. شوفوا البنات، بديت معاكم تشكيله بهاد الجليبات اللي جاوا في اللون الابيض مخدومين بالرباطي، وجاوا البنات بالتنبات. وكاين عاوتاني هاد الجلابه اللي جات القفيطين في اللون الغوز فوشيا، والفوقاني كيف كتشوفوا جا على هذا الشكل. جات جلابه مخدومه بالرباطي، وكاين حتى هاد الجلابه البنات شوفوا معايا جات بسفيفه، خياطه سامبل. وغادي تشوفوا معايا موديلات اللي جاوا بالتنبات على هاد الشكل، كاينين في جميع الالوان. ولا لاحظتوا معايا البنات الالوان كلهم مخدومين بالارجنتي. جليبات جاو كلهم بالتنبات والعقيق، شوفوا معايا هاد الجلابة اللي جات في اللون الأبيض مخدومة بالدوغي ومخدومة بالأزرق. وكاين هاد الرشمه اللي جات في جلابه باللون الاحمر. شوفوا البنات كيفاش جات، شوفوا عاوتاني البنات الابيض كيفاش كيجي في الجلابه، جميع الالوان كيناسبوه وكيواتيوه. وكاين هاد الموديل اللي جات كلها منبته، كاين البنات جميع الالوان، هادو كيتباعو طالعين. الغوز فوشيا، الاورانج، الموف، الموف مفتوح، كاينين اللي مخدومين بلوينات، كاين اللي مخدومه لون واحد، فكل وحده كتنسيك في اللي قبل منها. جليبات ديال الفريض، وكاين عاوتاني هاد الموديل اللي جات مخدومه بالحصيره راندا، داخل فيها حتى هي التنبات في جهه الكتاف وفوق من راندا، فيها شويه الرباطي باليد. وكاين هاد القفيطين شوفوا معايا البنات كيفاش جات الخدمه ديالو، جا مخدوم بالرباطي داخل فيه التنبات، نفس الرسمه دايره حتى في الظهر في الكميمات وفي جهه الصدر. ها هو البنات الرقم ديال مريم المراكشيه، فعندها جلالب وعندها كذلك قفيطنات، الا بغيتوا شي حاجه تواصلوا معاها. ما تنسوش تقولوا لها من طرف خاتيرة شانيل. كاين عاوتاني جديد بات على هذا الشكل، جاو في اللون البنفسجي
كاين هاد التشكيلات، شوفوا معايا البنات. ها كنعتذر البنات على هاد الصوت، جاي من الزنقة. وهاد الجليبات كاينين في نفس الخياطه ولا نفس التنباس، مبدلين غير الالوان. الا لاحظتوا البليغات حتى هما كيجيو في نفس اللون ديال الجلابه. كتقداو من عندهم الجلابه كتلقاو حتى البلاغي منبتينهم. كاين هاد الشكل البنات، جات روعة كتحمق. الطريقة كيفاش مخدومة، جات مخدومة هادي البنات بالطرز، وداخل فيها كذلك التنبات، فعطاها اطلالة كتحمق مميزة. والالوان البنات صيفية كيف كتشوفوا، كاين هاد الخضراء اللي جات في مليفة دو كريب دو فاس. كاين عاوتاني هاد الخدمة اللي كتجيب الطرز المسوس. وكاينين عاوتاني البيسات على هاد الشكل، الى عجبوكم خليوها ليا في التعاليق وندير لكم عليهم فيديو. كيجيو سامبل، كيطلعوا خاصين في الخياطة ديالهم. كاين هاد القبطان، شوفوا معايا البنات كيفاش جا، اولا تكشيطة. او جليليبات جاو على هاد الشكل، مخدومة بالألوان. ولا لاحظتوا الجليبات كاملين مؤخرا ولاو كيتخدموا بالصم، لأنه هو الصراحة اللي كيجي في المناسبات أنيق في اللبسة. كاين عاوتاني جلابة هادي في اللون الأسود، مخدومة بالدبانة وداخل فيها كذلك العقيق في الكميمات والقفيطين. كيف كتشوفوا جا سامبل على هاد الشكل، مخدوم براندا. جات جلابة بطريسنات خفاف. كاين هاد الموديل اللي جات جلابة في اللون الأزرق، مخدومة باللون البرتقالي وداخلين فيها اللوينات في الكم. جات روعة هاد الجلابة كتحمق، حتى الألوان والتناسق ديالهم جا أنيق جدا في هاد الجلابة. الخدمة ديالها كلها سامبل، وحتى الأزرق جا متواتي مع اللون البرتقالي. كاين هاد الجلابة جات حتى هي في اللون البرتقالي، مخدومة بالألوان. والفوقاني كيف كتشوفوا معايا جات ليزا قيدات في الالوان، مع سفيفه خفيفه في الخياطه.
وكاين عاوتاني هاد الجلابه جات مخدومه بالطرز المسوس، قفايطين جا في الاخضر، جلابه جات في الابيض، فكان تناسق مميز. وكانت هذه هي النهايه ديال الفيديو، كنشكركم بزاف، تهلاو في راسكم.